المواطنين كيربطوا هذا الشلل النصفي بمعتقدات اخرى، فهمتي؟ كاين اللي ما كيمشيش عند الطبيب، كيمشي يشوف عند واحد كيدير الرقيه ويدير هادي، وكيجي من بعد في واحد الاستاد اللي متاخر يعني، وهنايا كتصعب العلاج ديالو فعلا. دابا غالبا هذا الشلل كيكون مع الصباح، كيكون واحد الانسان كيفيق مثلا مع الفجر، كيكون في الفراش ديالو سخون، كيخرج لواحد المكان بارد وكيجي داك الشلل، وكيربطها هو بمعتقدات بانه راه وقع مس من الجين ولا شي حاجه، وهو غادي يشد واحد المسار اخر، غادي يمشي كيدير علاجات تقليديه اللي ما عندها حتى علاقه بالطب. هو كيتاخر، ما حدو كيتاخر، وداك العصب يعني كيتهلك، لان علاش؟ لانه وقع عليه واحد الضغط بالماء، لان كيخرج واحد الماء واحد النودام يعني نتيجه تغيير الحراره من مكان دافئ لمكان بارد، كيولي داك الماء كيزير داك التراجي ديال داك العصب وكيزيروا داك الماء، هاد الماء خصو يتحيد في اقرب وقت. هاد السيد الى مشى كيشوف مثلا فقهاء وكيشوف ناس اخرين، هذا راه هو كيهلك في داك لونير، والمده الزمنيه اللي كيضيع باش في مصلحته وكيرجع عندنا بمخلفات، وغادي يبقى بواحد العاهه تقريبا حياته كامله ما عندنا ما نديروا ليه، كيكون طرو طار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.